السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اصدارات كود البناء السعودي. طبعا احنا كمهندسين كهرباء بنعرف ان الكود البناء السعودي رقمه الخاص بالكود الكهربي اللي هو اس بي سي 401. ممكن نتعامل كمان مع الكود السعودي لترشيد الطاقه اللي هو اس بي سي 600 اس، بس احنا لازم نبقى عارفين باقي الاكواد، وبالتالي يبقى احنا ملمين بكل الاقسام الخاصة بالكود. فالنهاردة هتكلم عن اصدارات كود البناء السعودي. اصدارات كود البناء السعودي مهم جدا تعرف الاصدارات دي لكل الاقسام على اساس انك تبقى عارف لو في اي معلومة محتاجها تقدر تجيبها من انهي اصدار. رقم واحد، كود البناء السعودي العام SBC 201. تعال نحفظ مع بعض الكود السعودي العام SBC 201. ده مهم جدا لكل الناس، لازم كلنا ايه نبقى مطلعين عليه. طيب المدني او الانشائي في عنده مجموعة الاكواد السعودية الانشائية، ودول تقريبا 9 مجلدات. في عندك SBC 300S، يبقى مدني 300S، SBC 300S. في عندك الكود السعودي الكهربي ده بتاعنا اللي هو SBC 401، وفي عندك ال 501 SBC 501 الكود السعودي الميكانيكي. وفي عندي مجموعة أكواد خاصة بالترشيد أو بترشيد الطاقة، عندي مجلدين اللي هو SBC 600S، يبقى ترشيد الطاقة 600S، ترشيد الطاقة 600S. بعد كده مجموعة الأكواد الصحية، طبعا ده خاص بمهندسين ميكانيكا، تمام. في عندي مجلدين SBC 700S، يبقى بتوع ميكانيكا ركزوا معايا يا شباب، 700S. في عندي الكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801، الحماية من الحريق مدني كهرباء وميكانيكا، وينفع كل الأقسام طبعا. حماية من الحريق ان هو لازم يطلع على SBC 801. في عندي الكود السعودي للمباني القائمة والتاريخية، وده كود مهم جدا في مشروعات تاريخية، فمهم ان انت تطلع على SBC 900S. الكود السعودي للمباني الخضراء ده مهم جدا يا اخوانا، الكود السعودي للمباني الخضراء SBC 1001، تمام. في عندي الكود السعودي للمباني السكنية واللي احنا المفروض بنتطرق ليه كل شوية في المشاريع بتاعتنا، SBC 1101، تمام. يبقى الكود السعودي للمباني السكنية رقمه كام؟ 1101، SBC 1101. وفي عندي كود مخصوص خاص بالأحواض السباحة والمنتجعات الصحية اللي هو SBC 1401. يبقى الأرقام تاني يا أخوانا اللي همنا اللي هو 201، ده الكود السعودي العام. وفي عندي أكواد الكهرباء 401، والميكانيكا 501، وكود ترشيد الطاقة اللي هو 600، والحريق اللي هو 801، والمباني الخضراء 1001، والكود السعودي للمباني السكنية 1101. باقي الأكواد SBC 300، ده خاص بمدني، تمام. في عندي 501 ميكانيكا، في عندي الكود السعودي للأعمال الصحية اللي هو 700S، وفي عندي كمان الأحواض السباحة والمنتجعات الصحية SBC 1401. يبقى احنا كده شفنا إصدارات كود البناء السعودي المختلفة، وأشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالكود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.